الإدمان هو اضطراب نفسي بيتميز بالاعتماد الزايد واللا إرادي عند المريض على مادة معينة مثل المخدرات، مثل الكحول، النيكوتين أو الكافيين، أو على سلوك معين مثل ألعاب القمار أو ألعاب الفيديو، على الرغم من العواقب السلبية اللي بتنتج عنه. الإدمان هو نتيجة تفاعل بين عوامل خارجية مثل عامل البطالة، مثل تأثير الأصحاب، مثل استعمال أي مادة تانية، مع عوامل داخلية بيولوجية وراثية بيخلق فيها الإنسان. العواقب السلبية يلي حكينا عنها هي معقول تشمل الصعيد الاجتماعي، مع الوقت المدمن بده يصير ينزوي بالمادة أو بالسلوك يلي عم يعمله على حساب كل العلاقات العائلية والاجتماعية عنده. معقول تشمل كمان الصعيد المهني مع إنتاجية ومع فعالية أقل بالشغل، الصعيد الجسدي، المواد بتأثر على كذا عضو بالجسم منهم الدماغ، القلب، الشرايين، الرواية والكلاوي، وعندنا الصعيد النفسي، المواد بالأول بتعطينا مفعول جيد الجسم والدماغ بيطلبوا، بس مع الوقت ما بدنا ننسى انه هيدي المادة هي من أكثر المسببات للأمراض النفسية والاضطرابات النفسية مثل حالات التوتر، القلق، الاكتئاب، وكمان حالات ذهنية وفصامية مع الوقت. وما ننسى كمان الصعيد المادي مع كل الخسائر وديون يلي المدمن بينزل فيهم. بما انه الإدمان هو اضطراب نفسي يعني له علاج، وبدل العلاج له كذا علاج، بس بدنا نشوف شخص مدمن بدل ما نأشر بأصبعنا عليه ونقول هذا إنسان مدمن، بدنا ندله على جميع وسائل العلاج المتاحة، وبدنا نقول له إنه في كتير عالم كانوا محلك وشفيه بعدين.